انضم إلينا عبر سكايب من النصرية أستاذ الإعلام في جامعة مزايا رياض الإسماعيلي. سيد رياض، أرحب بك معنا إلى هذه النشرة. دعنا نبدأ بالأسباب التي تقف خلف استمرار هذه النزاعات العشائرية خاصة في المناطق الجنوبية. أسباب مركبة ومعقدة لطبيعة النظام السياسي بالعراق والطبيعة المجتمعية و طبيعة العلاقات المبنية عليها في محافظة ذي قرار المحافظات الأخرى. أنتم كما معروف مجتمعيا هناك قبائل وعشائر، وكانت هذه القبائل تحكمها سنن وقوانين وأعراف، وهي جزء من عملية حفظ الأمن والتعاون مع الدولة والتعاون مع القوات الأمنية. ولكن بعد عام 2003 ونتيجة هذا التشظي في تعدد مراكز القوى وغياب القيادة المركزية للدولة، قوة بعض القوى الرديفة الأخرى منها العشائر وأيضا التنظيمات الإرهابية وتنظيمات العصابات، ووضع العشائر بشكل عام هو واحد من صمامات الأمان يفترض أن تكون المجتمعية. ولكن بالآونة الأخيرة نلاحظ وخاصة في المناطق الجنوبية كان هناك نوع من التمرد على السلطة المركزية في البصرة وفي الناصرية وفي محافظات أخرى نتيجة الخلافات الطبيعية، وهذا مجبول عليها الإنسان، هي الخلافات بين الناس وبين العشائر وبين القبائل. ولكن أصبحت هذه السمة ظاهرة تدعو إلى التوقف وإلى دراسة هذه الحالة ومعرفة أسبابها، ويفترض أن تكون معالجاتها معالجات حقيقية وليس ترقيعية. وزارة الداخلية الآن اليوم متمثلة بوزير الداخلية حقيقة الفريق عبد الأمير الشمري حضر اليوم، وكانت هناك هدنة مؤقتة بين هؤلاء المتصارعين يعني من العشيرتين، عشيرة الرميض وعشيرة العمر، وهم في قضاء الإصلاح، وضرب طوق أمني وتم اعتقال بعض المتهمين. ولكن بعض الناس يقولون من داخل هذه العشائر يقولون هناك اعتقالات عشوائية غير مدروسة تماما. لذلك من له مصلحة في تأجيج هذه النزاعات؟ يعني بالإضافة إلى ما ذكرته سيد رياض من الخلافات، هل هناك جهات مستفيدة من تأجيج هذه الخلافات ضد الدولة؟ المشكلة سيدتي الكريمة أن بعض العشائر أصبحت جزء من التنظيمات السياسية وجزء من يعني المتكئ للأحزاب ودريئة للأحزاب، وشفنا احنا العشائر تستغل في عمليه الانتخابات وفي عمليه التظاهر وفي الخلافات الحزبيه ايضا. وهناك سلاح واضح، سلاح تابع الى الاحزاب وتابع الى جهات تنظيميه اخرى وجهات امنيه تمتلئ به بيوت هذه العشائر، ويتم استخدام هذا السلاح الثقيل والمتوسط والخفيف احيانا الى النزاعات العشائريه. وهذا الموضوع خطير حقيقه ان لم تكن هناك محاسبة حقيقية للقتلة وللمجرمين، وهناك حصر واضح لسلاح المنفلت الذي يمتلكه العشائر وتمتلكه العصائر العصابات، ستكون هذه الأزمة مستديمة ولا يمكن حلها. سيد رياض، اليوم وزير الداخلية توعد باستخدام القوة لحفظ النظام العام ومكافحة النزاعات العشائرية، هل سيؤدي ذلك إلى تصادم ما بين القوات الأمنية وأبناء العشائر مثلا؟ حقيقة الآن البيانات التي صدرت من جميع العشائر ومن العشائر المتخاصمة الآن، العشيرتين المتخاصمة، كلهم مع حفظ القانون والامتثال إلى الدولة وإلى القيادات المركزية التي جاءت من بغداد ومن المحافظات. ولكن يفترض أن يكون قرار شجاع وقرار واضح لعملية السيطرة على هذه بؤر النزاع والفتنة، وأيضا بنفس الوقت حصر السلاح المنفلت الذي تمتلكه هذه العشائر. حقيقة الآن السلاح الموجود داخل هذه العشائر بدأ يؤرق القوات الأمنية والمجتمع والتشكيلات الأخرى، لأنه سلاح منفلت وأسلحة خطرة واستخدامها بغير أوانها. لذلك هذا السلاح يفترض الآن هو تجفيف منابع امتلاك هذه السلاح أولا والسيطرة وفرض القانون. وأعتقد اليوم السيد الوزير من خطابه واضح أنه يعني القوات الأمنية عازمة وجازمة على عملية حفظ النظام وإلقاء القبض على المتهمين في عملية
قتل السيد العميد، وأيضا بنفس الوقت نزع فتيل هذه الأزمة التي استمرت أكثر من عام. يفترض الآن أن تكون الدولة قبل هذا الأوان هي حسمت موضوع هذا النزاع وسيطرت على الموضوع، ولكن ترك الأمور على الغارب وتركها سائمة ونهايات غير واضحة أدت إلى هذا القتل الغير مبرمج الآن، وهذا الانفلات الأمني اللي حصل في محافظة ذي قار وفي قضايا الإصلاح تحديدا. كثيرا ممتن لك، يعني يؤكد على عملية الاعتقال، يجب أن تكون اعتقالات مهنية المتهمين حصرا في هذا، وأيضا التحقيقات يفترض أن تعلن من قتل هذا العميد، ومن الذي سبب في عملية هذا النزاع، يعني ومن سننتظر الذي ساهم في عملية تأجيج هذا الصراع من خلال الصفحات الوهمية أو من خلال القادمة. أطلاق بعض شكراً. بالانتظار عما ستكشفه الأيام القادمة من نتائج التحقيقات، الوقت انتهى. ممتنة كثيراً على حضورك معنا عبر سكايب من الناصرية، أستاذ الإعلام في جامعة مزايا رياض الإسماعيلي، شكراً جزيلاً لك على تواجدك معنا.